قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فقوله تعالى: وأنذر به، الإنذار هو الإعلام مع التخويف والتهديد. وقوله به، هذا الضمير يعود على القرآن، والقرآن أعظم ما ينذر به ويخوف به. وذكر الحشر مع ذكر القرآن يدل على أن أعظم ما توعظ به القلوب ذكر اليوم الآخر. ولذا في قضية الإيمان يأتي اقتران الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر كثيرا، وكلا هذين الأمرين أصلان من أصول الإيمان الستة. فأين بقية الإيمان؟ هذا يدل على أن أعظم ما يذكر القلوب هو ذكر اليوم الآخر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان يقرأ سورة قاف على المنبر في كل جمعة. وهذا يدل على ما قاله بعض العلماء أن أعظم ما توعظ به القلوب هو ذكر الموت، وذلك لأن هذه السورة اشتملت على ذكر الموت وعلى ذكر ما يكون في يوم القيامة. ولذا كان لقراءة هذه السورة في هذا اليوم وهو يوم الجمعة، لأن هذا اليوم تقام فيه الساعة، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإما يؤكد هذا أن من سنته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة في السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وذلك لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: تضمنت ما كان من خلق آدم وما يكون، وذلك في يوم القيامة. وفي يوم الجمعة خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة.